بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نتوجه إليك بحبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن تفتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وتنشر علينا رحمتك، تذكرنا ما نسينا، وتعلمنا ما جهلنا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم قوي في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين. آمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل شرح الحكم العطائية للأستاذ الشيخ الإمام المربي الفاضل السيد أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول: كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ كثير من الناس يعتبرون أن الولاية علامتها الكرامة الحسية. الكرامة الحسية يعني مثلا يمشي في الهواء، يعني يقلب الأعيان، يعني يعمل حاجات كده غريبة زي الحاوي، وإلا ما يبقاش ولي. كثير من الناس متصورة أن الولي ده حاوي، لازم يبقى حاوي، وهذا خطأ شديد، لأن ليس من علامات الولاية وجود الكرامة الحسية، بل هناك كرامات حسية وكرامات معنوية، والكرامات المعنوية أدق وأعلى وأفضل، والولي بالكرامة المعنوية أعلى من الولي بالكرامة الحسية، لأن الأولياء أيضا درجات. فكيف تخرق لك العوائد، يعني العادات الأمور تخرق بالكرامة، وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ انت عايز يحصل لك الكرامه دي، اطمئن كده انك انت بقى ليك يعني بقيت محل نظر الله عز وجل، ولو على سبيل انه يطمنك، ولو على سبيل انه يطمئنك حتى يعني لمن تسير خلفه فيريك فيه كرامه حسيه او شيء من هذا. كيف انت ايها المريد، ولا يصلح لك اسم مريد إلا بعد ترك الإرادة. أول خطوة لكي يقال عليك مريد أن تترك الإرادة، وترك الإرادة هي كمال التسليم لله عز وجل. فهل كمل تسليمك حتى يصلح أن تكون في أول خطوة في الإرادة؟ فأول خطوة في الإرادة هي ترك الإرادة. فإذا تركت الإرادة صرت مريد رب العالمين، ولست مريد ترك الإرادة، بل أنت تريد رب العالمين. لست مريد الكرامة، بل أنت تريد رب العالمين. كالطفل يذاكر لا لأجل أن ينجح، بل ليحصل على الهدية في آخر العام. هذا طفل يقف دي تصرفات الأطفال. أما الإنسان الناضج فهو يذاكر ويجتهد في الدنيا للوصول إلى النجاح، لا للحصول على الهدية، بل للوصول للنجاح، لأنه بلغ إلى درجة النضج. كذلك أنت في سيرك مع الله قد تكون في طور الطفولة، فيعطيك شخشيخة العبي، هي دي الكرامة الحسية، مصاصة مصمص فيه، يدي لك أي حاجة يلهيك بيها، كأنه بيطبطع عليك بيقول لك أنت كويس يا ولد استمر. فإذا ركنت لهذه الكرامة وافتكرت أنك وصلت وأنت لسه في الحضانة، هنا بداية الانقطاع. لكن على أي حال، هو يتعجب منك أيها المريد إن كنت مريد، كيف تخرق لك العوائد وقد تنظر أنت إلى الكرامات الحسية على أساس أنها علامة عالية جدا من علامات الوصول إلى الله، وقد تكون حاجبة. ولكن على أي حال، هو يخاطبك على قدر عقلك، فيقول لك: كيف تخرق لك العوائد بحدوث الكرامة وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ اخرق من نفسك أنت عاداتك من أجل الله عز وجل، يخرق لك عادات الأكوان من أجلك. وقد يكون خرق العوائد يكون حسا، وقد يكون معنى،
فهناك عوائد حسية ككثرة الأكل والشرب والمنكح والملبس، دي عوائد حسية، فيأتي الناس يخرقوا هذه العوائد تحصل لهم بعض الكرامات الحسية، يقلل أكله، يقلل شربه، يقلل نومه، يقلل حركته، يلعب يوجا، حتى اليوجا بتحصل لهم بعض الكرامات لدرجة ينام على لوح فيه مسامير بدون ما يتجرح. مش بتحصل ليه؟ لأنه خرق في نفسه العوائد الحسية فتخرق له العوائد الحسية، فتأتي حتى على غير المسلم ولغير المسلم. تصور يجيبوه في مواقف وطرائف في التلفزيون، عجوبة، بيبلع الإزاز، بياكل الصفيح، بيجر العربية برمش عينه، بيجر مش عارف الفيل أبو زلومة بطرف ودنه، حاجات عجيبة كده، يبعث رسالة بدون تليفون محمول بمجرد الهمة لصديقه في مكان بعيد ويجيبوه في التلفزيون بقى وتبقى مشهور في CNN. خرق العوائد الحسية فحدث له خرق للعوائد الحسية أيضا في المكان وفي الزمان. تلاقيه يركب الهواء، يمشي على المية من غير ما يتبل. كل دي كرامات ليست خاصة بالمسلمين، فبتحدث لأي إنسان يخرق في نفسه العوائد الحسية، وهو موجود في كل الأمم. فليست علامة على وجود الكرامة، ولا ليست علامة على الاستقامة، وليس علامة على رضا الله عز وجل عنه، فتحدث في كل الناس. ولذا يقول الإمام الشافعي: لو رأيته يسير على الماء ويركب الهواء سألت عن عمله، إن كان مطابقا للكتاب والسنة فهي له كرامة، وإلا فهي استدراج من الشيطان. الشيطان ما انت بتشوف الشيطان؟ ما بتشوفوش، لكن موجود، يقدر يشيله كده ويبقى رجليه مش طايله الهوا، مش طايله الارض، وتقول ياه شوف واقف في الهوا والشيطان اللي شايله، تقول دي كرامه. تدور عليه تلاقيه ما بيصليش ولا يركعش، وتلاقيه كافر، يوم يخلط بين اولياء الشيطان واولياء الرحمن. والراجل بتاع الامريكاني اللي كانوا بيجيبوه زمان ده، اللي هو كوبرفيل ده، وعملوا له افلام ويكتفوه ويعملوه، ده مخاوي جن، ده مخاوي جن، والحكايه كلها. وعشان كده فين هو الوقت يختف؟ بيهلكوهم. وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فتلاقي الناس دي تتلمع كده شهر اثنين ثلاثه، سنه اثنين ثلاثه، واختفى. اختفى راح فين؟ هلك، هلك، ما نعرفش طريقه، اما في مصحه علاج ادمان، او في مصحه مجانين، او مات، او قتل، او قتل نفسه، او انتحر، او اي شيء من هذا. المهم يهلك، ليس له بعد ذلك مستقبل، لا في الدنيا ولا في الاخره. فهذه الكرامات الحسيه قد تحدث لبعض الناس، لكن ان اردتها يا ايها المريد ان تحدث لك الكرامات الحسيه وانت على نهج النبي، فاخرق في نفسك العوائد الحسيه، قلل الطعام، قلل المنام، قلل المنكح، قلل الملبس، تجد تحصل لك خرق العوائد الحسيه. وحصلت، كان بعض الاولياء يمشي على الميه ما يتبلش، كان بعض الاولياء يسموه اهل الخطوه يطويلوا الارض. طيب يبقى بيصلي معنا هنا ركعتين، وبعد شويه يجي في واحنا بنوتر يقول انا كنت في المسجد النبوي بوتر معاه وجيت لكم. حاجه تخيل، ولا عايز تاشيره ولا عايز حاجه، واخد بالك؟ ما يجراش حاجه دي ولا تخيلك انت. ليه؟ لان الحاجات دي كلها اصلها عند الله سبحانه وتعالى امورها بسيطه. ده ربنا سبحانه وتعالى خرق هذه العوائد لابليس. ابليس بيبقى واقف هنا وفي لحظه يبقى في امريكا. ايه يعني؟ يعني انت ما تبقى هنا معانا وفي لحظه بقيت في امريكا، ما عملتش حاجه يعني في الاكوان، يعني بقيت متابلس يعني؟ ما يدورش. ابليس كده. العبره باستقامتك مع الله، العبره بالاستقامه، مش العبره بالكرامه، لان قد تكون كرامه وقد تكون استدراج، قد تكون خيله ليك، يخيلك بيه. وعلشان كده الناس جربت خرق العوائد الحسيه في طوائف كثيره، تجد في طوائف السيخ في الهند، تجد عجب العجاب هناك بسبب خرق العوائد الحسيه، يقعد مثلا سنوات لا يطعم الا نوع واحد من الطعام، ووجبه واحده في اليوم. بعد 10 سنين من العاده دي بص لا يحصل له خرق عوائد غريبه. يدخل لك المسمار من خده ده، يطلعه من خده ده من غير ما يخر نقطه ميه. حاجه غريبه قوي، ولا يتألم، ويجيبوه في التلفزيون وانت تتعجب. لأنه خرق في نفسه العوائد الحسية فحدث له خرق العوائد الحسية.
العبرة بخرق العوائد المعنوية. الإنسان ربنا خلقه يحب الجاه، يحب الشهرة، يحب القهر، يحب الغلبة. طب اقهر انت بقى العوائد دي بانك انت تحب الخمول. يستوي عندك مدح الناس وذم الناس، عندك سواء، ما يفرقش عندك مدحوك او ذموك، كله سواء، لانهم كلهم عدم لا وجود لهم من الاصل. فالعبرة مع رب العالمين، والعبرة نظر رب العالمين. هل خرقت في نفسك العوائد الحسية او العوائد المعنوية؟ فان خرقت العوائد الحسية خرق لك العوائد حسا، وان خرقت العوائد المعنوية خرق لك المعاني. فان تركت حب الجاه الى كمال التسليم والقناعة بما اقامك فيه، وان تركت حب الانتقام الى كمال الحلم والعفو والصفح عن الناس، اذا تركت حب الجاه والشهرة الى حب الخمول، اذا تركت حب المدح الى استواء المدح والذم سواء، تجد تفتح لك ابواب المعاني الحسية وابواب المعارف المعنوية. وهذه المعارف المعنوية والمعاني الحسية افضل عند الولي من جبال من خرق العوائد الحسية لمن يفهم. وعلى شكله ويتعجب منك كيف تخرق لك العوائد وقد قرأت على الاولياء وكراماتهم ولم يحدث لك مثلهم، وانت لم تخرق في نفسك العوائد، هم خرقوا في نفسهم العوائد. انظر الى سيدنا السري السقطي مثلا، ظل 40 عاما لا يمس جنبه الارض. 40 عاما تقدر تعملها دي؟ كان ينام اذا غلبه النوم جالس، وكان يقول احب ان ارى في بيتي شيطان ولا ارى وسادة. خرقت له العوائد الحسية ايضا، وحدثت له كرامات لانه خرق في نفسه هذه العوائد. لكن انت تريد ان تعيش بطال وتنام بطال وتعيش على مزاجك، وبعدين تخرق لك العوائد، تقرا على اولياء الكرامات تقول لا انا بصلي بقالي 20 سنه يعني ما حصليش حاجه. ما انت ما غيرتش اي عاده فيك، ده انت كل عادتك هي هي. ده انت لو فاتك كوبايه الشاي اللي بعد العصر تقعد مقريف وتتخانق مع دبان وشك. ده انت مش عارف تبطل السيجار وانت تعودت السيجار. ده انت بتقرقط ضوافرك لما تقعد في الاوضه لوحدك مش عارف تبطل العاده السيئه دي. ده انت متعود تاكل كل يوم لحمه، لو ما اكلتش لحمه كل يوم تحس انك هفتان واخلاقك تبوظ، وما ترضاش تقول الحمد لله من قلبك، وتشتكي الدنيا كلها الغلا وغلاء المعيشه. طب منين بقى هتخرق لك العوائد الحسيه وانت لم تخرق في نفسك العوائد الحسيه؟ صرت اسير العاده. انت اسير العاده، اسير السيجاره والنومه اللي بتنامها والفرشه اللي بتفرشها والاكله اللي بتاكلها والزوجه اللي انت معاها والحياه اللي انت بتعيشها. فاذا تغير حولك هذه الاحوال تغيرت علاقتك بربك. اذا فقدت اي شيء من هذا الحس اللي حواليك تتغير علاقتك بربك. الاكل يقل شويه او نوعه يتغير، مراتك تعيا شويه او تموت وتسيبك بقيت لوحدك تتلخبط. بعد ما اداك عيال، العيال حصل لهم مشكله او ماتوا او حصل لهم او بقوا يسقطوا او بتاع، تبقى خلاص مش عارف تصلي ولا قلبك مع الله، خلاص اتلخبطت. اول ما يغير حواليك اي عاده من العادات اللي انت اعتدتها كانه يعبد الله على حرف، ان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. فهلا انت خرقت عوائد نفسك من اجل الله على سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وربنا أراد لنا في العبادات أننا نخرق العوائد بالإشارة. الصيام ما هو خرق للعوائد؟ يغير لك عادات الطعام والشراب وعادات النوم، لأن تبقى صايم بالنهار وبالليل بتصلي التراويح، يبقى لا في نوم بالليل ولا في أكل بالنهار، يعني بيخرق لك العوائد ولكن بلطف شهر في السنة عشان تدوق حلاوة خرق العوائد. تجد عندك همة أول ما تبص تلاقي رمضان يدخل، يبقى عندك همة للعبادة. ليه؟ لأنك مجرد أنك خرقت العوائد تجد يجي لك الهمة، فما بالك لو خرقت العوائد طول العام تجد الهمة مستمرة معك طول العام. الناس يقول لك ده رمضان ده عجيب يا أخي، إيه ده؟ ده أنا باجي بيبقى عندي همة، لأنك خرقت فيك العوائد. بعد رمضان بترجع لعاداتك القديمة، رجعت ريمة لعادتها القديمة، لحد ما تبقى 11 شهر
تبقى رجعت تاني اللي تقدمته في رمضان اللي فات، رجعتهم 10 خطوات تاني، يجي لك رمضان التاني يلحقك ربك شوية تقوم تتقدم خطوتين وانت ترجع 10 خطوات، ويجي لك رمضان تاني يلحقك تتقدم خطوة واحدة ترجع 20 خطوة، تفضل طول عمرك رايح جاي كايه، كمن يدور في ايه، في الساقية. ها مش عايزين نقول اسمه ايه، واخد بالك ازاي؟ يبقى ايه، كل ما قطع مشوار يلاقي نفسه انه بيبتدي من حيث انتهى، زي اللي بيلف حوالين الساقية طول النهار ماشي، لكن كل لحظة بيبتدي من حيث انتهى ولا يصل الى شيء ابدا، كذلك الانسان. لكن ربك علمك قطع العوائق، عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طول العام ليه صيام طول العام عشان يخرق العوائق، حثنا على قيام الليل عشان نخرق عادة النوم، وحثنا على اننا نغض الطرف عن الشهوة وعن كل ما نشتاق اليه من امور الدنيا التي ليست في ايدينا، لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسنا ومن فيه، حتى تخرق عادة الحرص والشراء الى القناعة. فكان حتى لما يشوف حاجة صلى الله عليه وسلم تعجبه يوم يقول لبيك ان العيش عيش الاخرة، فاغفر للانصار والمهاجرة، عشان يخرق عادة الحرص والشراء. هو ليس بشره صلى الله عليه وسلم، ولكن هو يعلمنا اننا ازاي ننتبه الى كل لحظة كيف نخرج في انفسنا العوائد المعنوية. هل جربت ان اي واحد يؤذيك ويشتمك ويجهل عليك وانت واقف مبسوط منه وعايز تكافئه؟ جربت الحكاية دي؟ ما اي واحد هيشتم اي واحد التاني هيشتمه ويرد عليه، هي دي العادة. طب اخرق انت العادة بقى، اخرق انت العادة دي واعفو عنها، مش تعفو بس، اكظم غيظك الاول، بعد ما تكظم غيظك تعفو عنه، وبعد ما تعفو عنه تحسن اليه. شفت قد ايه خرق العوائد؟ ربك مديلك خرق العوائد المعنوية، والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، عشان تخرق العوائد المعنوية فيك، مش اللي ايه اللي يرشني بالماء يرشه بالدم، واللي يكلمني كلمة اديله موشح. تم كل الناس كده. وبعدين انت ما شاء الله حافظ القرآن وما بتفوتكش فرض، ايه الحلاوة دي؟ لكن مش حاسس بحلاوة العبادة. القرآن لا يجاوز ترقيك مسكين، لانك لم تخلط العوائد المعنوية حتى يفتح لك باب المعاني، فاذا فتح لك باب المعاني غرفت في انوار المعاني. لكن انت قاعد طول النهار ما تقولش الحمد لله الا وجبك عمران وبطنك مليانه والثلاجه مليانه والرصيد في البنك ما تصفرش، ساعتها تطلع منك الحمد لله يا سلام من قلبك. اي حاجه من دي تتاثر يفوتك الصلاه وتتلخبط حياتك، ولا عارف تقرا قران ولا عارف تعيش ولا عارف حتى تذكر ربك بهدوء وسر. ليه؟ لانك انت عبد احسان غلبان، يبقى بتعبد رب الجمال وما بتعبدش رب الجلال، يبقى انت بقى بتعبد رب جميل وما بتعبدش رب جليل. ورب بيقول نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم رب الجمال وان عذابي هو العذاب الاليم رب الجلال. فهل علمت انه جليل؟ وهل علمت انه جميل حتى تكمل عندك المعاني، حتى تكمل لك النظره للاكوان على مراد الله منها، فاراد ان يتعرف عليك في كل شيء حتى لا تجهله في شيء، يعطيك ويمنعك ويعطيك ويسلبك ويقدمك ويؤخرك ويرفعك ويضعك ويذلك ويعزك ويمرضك ويعافيك ويهديك ويضلك، حتى تعرفه في كل شيء وحتى تستعز به في كل شيء إذا ذللت، وحتى تذل له في كل شيء وتكمل خضوعك له فيخضع لك كل شيء. هذه المعنى. كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ والعوائد المعنوية أشد في خرقه، بل أصعب، أسهل أوي على الناس أنها تصوم وتمتنع عن الطعام، ده حتى يقول لك يا أخي ده أنا طول النهار ما باكلش بقى نشيط، يا ده حاجة جميلة، فوافق هواه. طيب خلي واحد بقى يدوس على رجله وهو راكب الأتوبيس وهو صايم كده، وشوف هيعمل إيه، هيتف في وشه ويضربه على قفاه ويمسكه ويقلعه هدومه ويرميه من الشباك. طب فين بقى العفو والسطح؟ ده هو ربنا بعته لك وانت صايم عشان يدوس على رجلك زي طلقه كده موجهه.
ده هو مبعوث من ربك مخصوص، وانت دونا عن الناس هو هيدوس على رجلك، وانت لابس البدله الجديده اللي انت دافع بيها دم قلبك، يعدي جنبك واحد كده وايده مش نظيفه يروح موسخالك علشان ويعدي لك كده ويرجع تهدي عشان ربك ينكد عليك لانك شايف نفسك، لانه هو ربنا بيغير عليك مش عايزك تشوف غيره سبحانه. فحتى لو شفت حتى نفسك في غير يغير عليك، عايز يردك ليه باستمرار، لانك انت حبيب وانت عبده، انت اللي خلق. فهو لما خلقك لا يريدك ان تلتفت الى سواه. انظر الى سيدنا ابراهيم مع كمال مقامه العالي، لما ربك اعطاه سيدنا اسماعيل على كبر سنه، مع شدة شوق الشيخ الى وجود واحد من ذريته، مش واحد عادي ده نبي من ذريته كمان، يوم ربك سبحانه وتعالى لما غرى على قلب الخليل قال له ايه، بمجرد انه اتولد بعدها بعدة شهور قال له ايه، قال له سكنه في حتة في اخر الدنيا واقعد انت في الشام وسيبه لوحده حتى لا يميل قلبه الى ابنه، غيرة على قلب الخليل. شفت قد ايه اللفتة، لدرجة ان سيدنا ابراهيم ياخدهم من الشام ويمشي قدامهم ويمشي وراه، ستنا هاجر ماشيه شايله ابنها سيدنا اسماعيل طفل رضيع، وسيدنا ابراهيم رزقه وهو فوق المية من عمره. شوف انت بعد 100 سنة واحد كان محروم من الخلفة ويرزق ذكر، ومن ذكر هادي ذكر نبي، ومش نبي عادي، هيجي من سلالته سيد الانبياء. كل ده عارفه سيدنا ابراهيم، كل ده عارفه سيدنا، ده يزود محبته ليه ويزود تعلقه ليه. ربك سبحانه وتعالى يريد ان يخرط في قلبه العوائد المعنويه، وهي الميل الطبيعي للاب لابنه وشده حبه وتعلقه به، فاراد ان يخرق هذه العوائد فيه. فقال له ايه؟ قال له اسكنه في واد غير ذي زرع اخر الدنيا، الله، لا ميه ولا شرب ولا بساتين، ويسيبه من الشام اللي هي ارض الخيرات كلها، اللي هي جنه الله في ارضه. انت لما تروح الشام تتفرج جنه الله في ارضه، عجيبه، اراضي وخصوبه ومراعي وحاجات وجمال، يقوم يسيب ده كله سيدنا ابراهيم، وبعدين مش يقعد كمان معاه عشان حتى يبرد قلبه، يقوم ايه يشيل عنه بعض عناء، لا، يقول له سيبه هنا وتعال ارجع انت الشام. شوف خرق العوائد اللي ربك عملها مع الانبياء، شوف خرق العوائد اللي ربك عملها مع الانبياء اللي هم اصلا الاسوه والقدوه. هل خرقت عوائد نفسك؟ سيدنا يعقوب، احنا قرينا النهارده قصه سيدنا يوسف. سيدنا يعقوب لما قلبه مال لسيدنا يوسف، ربك ايه؟ حرمه منه. اول ما قلبك يميل لاي حاجه تلهيك عن ربك، ربك يغير على قلبك. لما تبقى انت ليك قدر عند الله، فاول ما ربك يغير على قلبك يعمل ايه؟ يروح واخد الحاجه اللي قلبك تعلق بيها، مش عشان يحرق قلبك ابدا، علشان يخلو قلبك له. يبقى هو مش ما لا يريد ان يعاقبك ولا يحرمك، ده يريد ان تخلص له. هل فهمت هذا في المنع كما فهمت ذلك في العطاء؟ ولكن لا تفهم الا في العطاء بس. لازم الانسان لا يبلغ درجه المعرفه بالله الا يرى العطاء في عين المنع، والمنع في عين العطاء، يقوم يفهم ساعتها يبقى عارف بالله. فكيف تخرق لك العوائد وانت لم تخرق من نفسك العوائد؟ انت دلوقتي اسير العاده، اسير نفسك. تقول للواحد من دول بطل العاده الفلانيه، ما تاكلش دسم لان الكوليسترول عالي وهيعمل لك تصلب في الشرايين، ابسط حاجه. يروح نازل من عند الدكتور جايب كيلو زبده، وياكل بيض بالزبده، ويحلي ببسبوسه بالقشطه. انت بتعاند مين؟ ده انت مش عارف تخرج العوائد اللي هي تتعلق بصحتك الحسيه، الحسيه اللي انت عايشها، لمجرد نصيحة من واحد ليس له مصلحة إلا أنه هو بس يدلك على عافيتك. فكيف تخرق عوائدك مع ربك بقى؟ ده أكبر دليل على أن الإنسان ماشي زي البهيمة بقى في الدنيا دي ليه كده؟ وبعدين لما يبقى ماشي زي البهيمة، هو ربنا قال إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، هو ربنا شبههم بالبهيمة ليه؟ لأنه ما يعرفش مصلحته فيه، ما يعرفش مصلحته فيه. احنا عندنا مثلا مرضى بيجي لهم
انسداد في الشرايين بسبب التدخين، ويجي لهم في سن صغير مرض اسمه بيرجر مشهور، بيجي في حوالي 10% كده من المدخنين، وفي سن 40 سنة و 35 سنة تبص تلاقي شرايين رجليه تتقفل وصوابعه تسود، ويعني خلاص بكر. تيجي تقول له ده من السيجارة يقول لك هبطل، أسهل حاجة يقول لك هبطل، وتكتب له العلاج يجي لك بعد شهر حالته أسوأ ويقول لك مبطل كذاب، تسأل مراته وتقول لك ما بيبطلش يا دكتور، بيقول كده عشان مكسوف منك. تسأل ابنه، ابنه يقف من وراه يعمل لك كده، يعني ما زال بيدخن. وتيجي تسأله يقول لك ولا نفس يا دكتور من يوم ما كنت معاه، تبص لحالته أسوأ، وتقطع له رجل والتانية والتالتة والإيد، وبالرستة يولع السيجارة كمان. أنا جالي عيان من الوسطى والله يا مريض ببرجر، رجلين دهولة شايلينه على كرسي بعدي، وإيديه الاتنين دول بقوا سودة فحم، ويحكم على ابنه يولع له السيجارة ويمسكها له، لأن إيديه فحمة مسبوكين في بعض. جاي بيقول لي هعمل فيها ايه، ده انا دلوني على المستشفى اللي انت فيها وبيقولوا انك انت بتعالج كويس. قلت لهم انا بعالج لكن ما بتكنش الموت، انت جايب لي ايد ميتة دي تدفن تتعالج سودة فحم. ومحدش يا ابني قال لك بطل التدخين، قال لي ده انا قالوا لي من 10 سنين. طب وما بتبطلش ليه؟ قال لي ببطل. يقوم الواد ابنه من ورا يقول لي والله يا بيه ده بيتحايل عليا ويتخانق معايا ويدي عليا، لو ما ولعتلوش السيجاره اقعد جنبه واحطها له بين شفايفه واخدها منه، مش عارف السكر بين الاثنين. شوف قد ايه الانسان جهول، قد ايه الانسان بهيمه لما يبعد عن ايه؟ عن منهج ربه. بهيمه خلاص. لكن لو الانسان اعتاد انه يخرق العوائد عن نفسه حسا ومعنى على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، تجد انه يبقى ملك نفسه. طالما ملك نفسه خلاص بقى ربنا لما يملكك نفسك تبقى انت بقى راكبها، تسوقها انت بقى في الطريق اللي انت عايزه، طريق الله. انما لما تبقى بالعكس وهي اللي راكباك هتسوق في الطريق اللي هي عايزاه، طريق البهائم، لان النفس حيوان. مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فان البندقة لأرضا قطع ولا ظهرا ابقى، فثم النفس ظهر. مش كده برضه؟ شبهها بالحيوان الدبه، والنفس حارون. حارون يعني زي الدبة اللي ايه؟ الغير مرتادة، الغير مساسة. شوف انت لما تجيب حيوان وحش، حمار وحش، وتحاول تركبه تقول له حا، مفيش ولا حا، ما يعرفش انجلش ولا عربي ولا يعرف اي لغة، واخد بالك؟ حا عنده ما يفهمهاش، ايه حا دي؟ يروح عامل كده يوقعك ويروح دايس عليك يعورك. هي ده وحش. نفسك كده، نفسك كده لو لم ترتضها وتروضها على سنة النبي وتراقبها وتفطمها هتبقى كده تعورك وتقتلك، وتبقى نفس أمارة وتودي في داهية. هي دي الحقيقة. بس ربنا خلق لك الحيوانات في صورة نفوس حسية تشوفها، فتشوف في نفوس مكارة فخلق لك الثعلب، في نفوس شرهة مع جبن فعمل لك الضبع، في نفوس شرهة وعندها قدرة على الهجوم ولكن عند اللزوم فيعمل لك الأسد، وفي نفوس تهجم ولو مش محتاجة لمجرد الهجوم وعمل لك النمر، فعمل لك كل الأنواع. وفي نفس تانية تقول لها كش كش، عمل لك الكلب، تقول له حش، تعمل له كده وسيج، وأول ما تبعد تديله ظهرك يهوه. نفس كده نفوس، كده في نفوس كلبيه ونفوس سبعيه ونفوس ثعلبيه ونفوس خنزيريه، تحب اللي يهنها يا تنبسط قوي، اول ما حد يهنها تمشي زي الالف، خنزير نفسه خنزير، وهكذا. فربك سبحانه وتعالى خلق لك عالم الحيوان ده علشان يلخص لك نفوس البشر، البشر بعدد نفوس الحيوانات اللي انت شايفها. هل خرقت في نفسك العوائد فيفرق لك العوائد؟ دي مساله كبيره، دي مسألة كبيرة. ومش العبرة بالعوائد الحسية بقدر ما هي العبرة بالعوائد المعنوية، حب الجاه، حب السيطرة، الشرح، حب جمع المال، حب جمع الدنيا، عدم العفة، عدم الرضا، عدم القناعة.
اخرق هذه الاشياء كلها بقى بكمال الرضا، بكمال الاستسلام، بكمال المحبه، بكمال الاحسان لمن اساء اليك. تقوم بعد كده تبص تلاقي ربك سبحانه وتعالى يفتح لك بقى ابواب المعارف كلها. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا وان يستر عيوبنا ويوفقنا لما يرضيه عنا ويوفقنا لجنته وما قرب اليه من قول وعمل، ويبعدنا عن النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم انا نعوذ بك من النار حسا ومعنى، نار الشهوه ونار الاخره ونار الدنيا. نسالك ان تكفينا ما اهمنا من امري الدنيا والاخره. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.